عايزين نبسط الدائرة. تلاحظ دخول التيار من النقطة ايه، فيتفرع بالتساوي بين المقاومتين، لأن المقاومة نفس المقاومة يكون التيار نفس التيار. إذن الجهد عند النقطة ألف هيساوي الجهد عند النقطة باء، إذن فرق الجهد يساوي صفر، فرق الجهد صفر، إذن لا يمر تيار بين ألف وباء، وتعتبر هذه المقاومة وكأنها غير موجودة تماما، وتصبح R و R مقاومة على التوالي مجموعهم R2 وأيضا R السفلية على التوالي R2. إذا المقاومة الكلية أحد المقاومات على عددها، يبقى R total تساوي أحد المقاومات على عددها 2 يساوي R. إذا المقاومة الكلية والمكافأة لهذه الدائرة كلها بتساوي R. طيب نيجي على سؤال، أمامك سبع مقاومات قيمة كل منها R، كيف توصل يمكن توصيلهما للحصول على مقاومة مكافأة مقدارها R؟ طب ازاي نحول سبع مقاومات؟ نفس الفكرة في المسألة اللي فاتت، نضع أربع مقاومات كما بالشكل السابق، اتنين فوق واتنين تحت، هتبقى من السبع مقاومات تلاتة. نيجي نعمل ايه؟ نوصل الأربعة اللي فوق يعتبروا توالي واللي تحت توالي، وبعد كده الاتنين مع بعض توازي. نيجي ما بين من السبعة باقي تلاتة، نضع التلاتة التلات مقاومات في هذا المكان، لأن التيار لا يمر بين الثلاث مقاومات، حيث أن الجهد عند النقطة أعلاها يساوي جهد أسفلها، ويصبح الفرع العلوي 2 R والفرع السفلي 2 R. إذا المقاومة الكلية أحد المقاومات على عددها، إذا فعلا حتى لو كانوا 10 مقاومات ممكن نضع أربعة، اتنين فوق واتنين تحت، وباقي العشرة يكون بينهما بهذا الشكل، ويمكن تكرارها أكثر من مرة بهذا السبب.